بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم أن تكونوا جميعا بخير. بخصوص نفس الموضوع اللي قلنا عليه واتكلمنا عليه قبل كده، اللي هو المراوح السقف وخطر الموت. بصوا، حاجات كتير جدا، خطر. الرباط السيء ما تعتمدش على التيلة اللي هي ديت وتقول التيلة مش هتخلي السامولة تطلع. فعلا التيلة مش هتخلي السامولة تطلع، لكن العمود ده مع الموتور ده باستطاعتهم مع مرور الزمن مع الاحتكاك ينقطع المسمار وتسقط المروحة عافاكم الله. من اجل ذلك اللي عمل المروحة نفسه، المهندس اللي صمم المروحة، عمل لك الواير ده، عشان انت لو كان الرباط سيء وما انت شادد كويس، او شادد كويس ولكن لا سمح الله لا قدر الله المسمار فك والمسمار السامولة فكت والمسمار انقطع وتوجع، اول ما توجع الواير ده يمسك في العمود من هنا ويمسك في الماتور من هنا، فبالتالي مش هتنزل عليك، برضو هتوجع ولكنها مش نازلة عليك، هتشوفها انها وجع مدلدلة وبتخبط، هتطفيها وتلحق نفسك. فرجاء اللي بيركب مروحة سقف ينتبه جدا للموضوع ده، للواير. واير الامان مهم جدا، محدش يطنشه. ثانيا، محدش يقول عايز ازيت الموتور بتاع المروحة واحط لها زيت، اصل هي بتتزيت، لا لازم يتحط لها زيت، مفيش الكلام ده خالص. الزيت بيلم تراب والتراب بيبوظ البيرنج، فانت لا تزيت ولا تعمل. اصدرت صوت، صار احتكاك، طبعا هتغير بلي. طيب ايه السبب؟ المسبب الرئيسي لتلف البلي في المراوح، البيرنج ده يبوظ ازاي؟ بيبوظ يا جماعة مع ارتفاع الحرارة بتاعته، الشحم اللي فيه او المادة اللزجة اللي فيه بتنشف وبتطلع من البلي، فبالتالي لما تنشف وتطلع من البلي بالتالي بيكفش منك البلي، بيصدر فيه صوت ويحصل فيه خشونة. طيب ايه المسبب لارتفاع الحرارة؟ طبعا احنا قلنا ترتفع حرارة الملفات بارتفاع الامبير. طب الامبير بيرتفع بايه؟ بيرتفع بانخفاض الكهرباء، انخفاض الفولتية، الجهد. لو الفولت منخفض ترتفع حرارة الملف وبالتالي ترتفع حرارة البلي وبالتالي يخرب البلي معاه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن أكون قد وفقت في إرسال هذه المعلومة إليكم. وما تنسوش إذا عجبكم العمل اشتركوا في القناة واضغطوا زر الإعجاب بالفيديو وشير الفيديو مع أصدقائك لعل المنفعة تعم إن شاء الله. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم جميعا، وأن يجعله أيضا في ميزان حسنات أبي وأمي، وأن يغفر لهم ويرحمهم كما ربياني صغيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.